عارف حلمك يستاهل، عارف عربيتك تستاهل، عارف حلمك يستاهل، عارف حلمك يستاهل، عارف حلمك يستاهل، عارف عربيتك تستاهل، عارف حلمك يستاهل، عارف عربيتك عفر حلمك يستاهل، عفر عربيتك يستاهل. اللي بتعمل فيه الايام بيهونوا علينا جيوماجيك امام. عفر حلمك يستاهل، عفر عربيتك تستاهل، واللي بتعملوا فينا الايام بيهونوا علينا ماجد. عفر حلمك يستاهل، عفر عربيتك تستاهل، عفر حلمك يستاهل، عفر عربيتك تستاهل، عفر حلمك يستاهل، عفر حلمك يستاهل، عفر عربيتك تستاهل، عفر حلمك يستاهل. وطلاب جيو ماجد امام بجد؟ زي اي حد. الله يبارك لك. فضحتونا يا عم احمد، فضحتونا يا عم العاج. تعرف يا اسامه انا جايلك عشان ايه؟ ما تعرفش يا اسامه، مش مهم تعرف. ارجعها يعني، اللي ما يردش نرجعها يعني. بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاء معايا؟ معايا الجيو. في ايه؟ في حاجه؟ هو صاحبي انت مسجل راجل. اه جيو، مساء الخير، مساء الفل يا اسامه. ما جتش ليه اخر خروجه يا راجل؟ تختار بقى ديب فريزر ولا خلاط؟ والله هزر مع طلابي، والله هزر مع طلابي يا ابو زيد. انت يا ابني داخل لي طالع مطلع. لكن المشاعر دلوقتي طالعه برداني، طالعه بتكتك. بس ما شاء الله العيال الشاطره دي في السنتر، لما كنت بقول لهم ايه؟ بقول لهم انتوا عايزين جوائز ايه؟ ففي مثلا حد يرفع ايديه يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا جيو عايزين شهادات ومجر، الحاجات العاديه. في ناس بقى ثانيه جيو عايزين ايفونات، واللي عايز جنيهات دهب، واللي عايز يتجوز. هو عايزين ان انا طالع يعني مجد علاء الدين، انا طالع من الفلوس جاي احقق لكم احلامكم. مش مجمع يا جدعان. أو أنا والنبي شوية، والنبي أنا بشوية. جورجينا كسبت معانا في الامتحان؟ أو كريستيانو عارف الموضوع ده؟ وبعدين أفضل مستخبي ورا اللي ورا الخندق ده. أنت ليه مين وسام حسني وجورجينا؟ دي حلقة المشاهير. اهلا بيكم طبعا حبايبي في كل مكان في الجمهوريه. مساء الخيرات. وده شكل الهدايا بعد ما اتنظرت وبحاول اعدلها فتنرفزت فوقعتها. ده شكلها يعني، تحس ان انا قاعد كده 4/10. مش قصتنا. اهلا بيكم بجد في فيديو جديد، والنهارده مكالمات تكريم الامتحان. سمي الله بقى صلي على رسول الله. سيبك من المنظر ده، تعبنا على مرصناه مع الرصوم. تاني هنغيب نص ساعه ساعتين تكون الناس تعبت. لا عايزين نلحق نكلمهم يعني، عايزين نلحق الناس قبل ما تنام. ركز معايا بقى. النهارده باذن الله هنعمل ايه؟ هنكرم على اخر امتحان او اخر مسابقه احنا عملناها على الباب الاول والباب الثاني من طلابنا اللي امتحنوها، ونزلنا اللينك بتاعها يوم السبت اللي فات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي كذا مكان. فهذا التكريم بتاعهم. اي نعم، في ناس كتير جدا جابت درجه كويسه، والله على اي حد ذاكر. على فكره انا عايز اقول حاجه قبل ما ابدا المكالمات بسرعه كده. سمي الله صلي على رسول الله فوق معايا. انا بشكر اي حد ذاكر، انا بجد ممتن وبجد فخور بكل حد ذاكر وحد عمل اللي عليه ودخل الامتحان. سواء بقى درجه جاب درجه كويسه مش كويسه مش مهم، المهم يكون فعلا ذاكر وعمل اللي عليه. طب يا جيو انا مثلا ما ذاكرت وما جبتش درجه مش كويسه قوي. والله العظيم مقياس، اقسم برب المقياس. السنين اللي فاتت واوائل الجمهوريه واوائل المحافظات والطلاب اللي دخلوا كليات كبيره واللي ربنا كرمهم في الجيولوجيا عموما، كل الطلاب دول عملوا ايه؟ والله العظيم ده كلامهم وكلام معظمهم. قالوا ايه؟ قالوا ان احنا كنا بننقص عادي في درجات الامتحان الشهر في اي ماده، وما كانش مقياس ابدا على مذاكرتنا. طب ليه؟ ما هو انت يا باشا لسه السنه معاك طويله، كل امتحان بيكون فيه معلومه او اتنين بتخونك في تركيز، سؤال جديد، فكره جديده، فبتلاقي المعلومات دي بتتكرر معاك فين؟ في المراجعه النهائيه وفي ليالي الامتحان وبعد كده كمان في الحل، فبتثبت المنهج بعدين. فوالله ما مقياس دلوقتي خالص انك تنقص درجات في اي امتحان. المهم اللي جاي، انا دلوقتي هكرر ناس كتير جدا من اول 60 لحد 65 هنزلهم شهادات على الفيسبوك، وقبل كده كمان ناس شاطره. يعني انت مثلا لو نقصت درجات كتير في الامتحان ده مفيش مشكله، هو كان برضو ما ينفعش ترجع للسؤال من الموقع، مش مني والله، ما ينفعش ترجع من السؤال، كان في كذا حاجه، كان في كذا حاجه محتاجه تركيز، فمفيش مشكله. اهم حاجه تكون ذاكرت بعدين اللي جاي اكتر والمسابقات اللي جايه اكتر وتعوضها اكتر. المهم فهكرم باذن ربنا من 60 ل 65. كل الناس اللي جابت ارقام دي افهم بقى تكريمها ايه. هينزل لها شهاده كده باسمها على الباب الاول والثاني على الفيسبوك عندي، صفحه جيو ماجد امام استاذ الجيولوجي. تفرح بيها باباك ومامتك. المهم هيكون ليك شهاده من 60 ل 65، هتنزل فضل ربنا شهاده ليك على الفيسبوك. طيب الناس بقى اللي قفلت دول اللي هيكون لهم جوائز، اللي هو يعني مش عارف اخد حاجه من دول، اللي هيكون ليهم ايربودز وهيكون ليهم سمارت ووتش في العربيه اللي انا قاعد ببيع عليها دي، ايربودز وسمارت ووتش. هنكلمهم دلوقتي نقول لهم جايزتهم ايه، وهعمل فيهم مقالب كده قبل ما نكلمهم، وكمان الجوائز دي هتتشحلهم لحد البيت في كل المحافظات. طيب اهم حاجه بالله عليك، مهما كان مستواك انا فخور اقسم بالله بيك وبشكرك جدا انك دخلت الامتحان مهما كانت درجتك، المهم تكون عملت اللي عليك. ولو ما لحقتش المره دي في تكريم لا شهاده ولا مكالمه مني ولا جايزه مني يا باشا، المسابقات ما بتخلصش، الامتحانات جايه كتير لاخر السنه بفضل ربنا، امتحانات وجوائز وافكار تانية وجوائز تانية وحاجات اكتر. ليه الاهتمام ده قوي ساعتك؟ وكمان الامتحان الجاي باذن الله اللي انا هقول لكم هيكون امتى، على الباب الاول والثاني والثالث او الباب الثالث بس على حسب اللي جاي، تابعونا ان شاء الله واعرفوا الكلام ده. هناخد فيه عدد كبير جدا شهادات
وكمان مش 25 طالب بس، ممكن يوصل لحد 50 طالب جوائز مميزه وتتشحلوا لحد البيت باذن الله. تعالوا بقى نشوف اول المكالمات وكمان نعمل فيهم مقالب صغيره كده نشوف ما يعرفوني ولا لا، ونعمل فيهم مقالب في الجوائز ونشوف رد فعلهم ايه. يلا ده طالب عندنا اسامه حسني. ماشي اسامه بيردش. ما انت لو تعرف يا اسامه انا جاي لك عشان ايه يا اسامه، لو تعرف 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 يا اسامه انا جاي لك عشان ايه. ما تعرفش يا اسامه، شو ما تعرف اسامه بيردش. اخوتها بيعها ارجعها، يعني اللي ما يردش نرجعها يعني. بس الو الو اسامه. ايوه جيت. لا راجل هو صاحبي انت مسجل راجل. اه زيو مسال خير مسال فل يا اسامه، ما جتش لاخر خروجه يا راجل. وفي بين الخيرين حساب. ايه الاخبار يا عم؟ انت منين يا اسامه؟ انت منين يا اسامه؟ محافظه ايه؟ احلى محافظه في الدنيا. ده انت عشان قفلت فيها في الامتحان متوقع ولا عرفتني من صوتي؟ لا من صوتك برضه واضح والله. يا او طب انت جبت كام في الامتحان بتاع الباب الاول والثاني يا اسامه؟ الباب الاول والثاني؟ اه 65 65. اله ربنا يسترك، اله ربنا يبارك لك يا مجتهد يا محترم يا ابن ناس الكويسين. انت معايا من امتى يا اسامه؟ من اول السنه ان شاء الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا باشا، اجدع طلاب واجدع ناس في الصعيد والله. طب يا اسامه جايزتكم الناس اللي قفلت وعلى مستوى الجمهوريه جايزتها ان انا بكلمها دلوقتي وبدي لها هديه. انت تفتكر انا ماسك هديتك ايه يا اسامه؟ يا لهوي عبوا له الحاجات دي بعد اذنكم بقى، عبوا له كلهم عبوا له كلهم في كيس. وخد خد خد قلبي خد قلبي يا اسامه. خد محمود بره يعني، خد محمود مش عايزه. تسلم تسلم يا حبيبي، ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. والله فرحتني وما شاء الله عليك، ويعني يعني انا انا بفرحان بيكم اكتر ما انتم كمان بتفرحوا بيا. طب اسامه بالنسبه لك بسرعه كده، الامتحان كان صعب ولا متوسط ولا سهل ولا كان عامل ازاي؟ وانا قلت افكاره قبل كده ولا بالنسبه لك كان في افكار جديده؟ هو كان كويس بس يعني كان عادي يعني ممكن تتحل يعني. كان في اسئله مثلا مستوى عالي شويه بس عادي في جاد بس زي كده شبهها افكار وكده. اه يعني احنا حلناها شبهها قبل كده وبالنسبه لك لو انت فكرت فيها شويه تجيبها. بس بفضل ربنا بفضل ربنا، هل كان في حاجات بالنسبه لكم جديده خالص ولا بفضل ربنا كنت مغطي معاكم كل ده؟ يعني كنت مغطي معاكم الافكار دي كلها؟ لا حضرتك كنت مغطي كله صراحه. الله ربنا يسترك، الله ربنا يبارك لك يا اسامه. طيب يا اسامه انا انا في ايدي حاجتين يعني، يعني انا في ايدي حاجتين، تختار بقى ديب فريزر ولا 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 خلاط؟ لا هما مش دي فريزر ولا خلاط، انا بهزر بس. هما حاجتين تفتكر ايه بقى ولا ايه؟ لا مش عارف صراحه. طب بص يا سيدي، هو هو اوريدي اصلا انا ماسك ايربودز وماسك سمارت واتش، فانت بقى تختار مين ايه فيهم ابعتهم لك لحد البيت. سمارت واتش ده. مبروك يا اسامه، ما كسبت معانا سمارت واتش. هبعتها لك لحد البيت. انا بجد بعيد عن الهزار انا فخور بيك وربنا يسعدك ويوفقك، شكلك طالب ملتزم وشكلك طالب مجتهد. ربنا يرضيك يا ابني ويرضيك، وربنا ييسر اموركم كلكم ويسعد لكم كلكم ويحقق احلامكم وفرج هموم كلكم. قول امين يا اسامه. امين يا جيه. انت كنت متوقع ان انا اكلمك ولا لا؟ اه صراحه. ليش معنى عشان قفلت وكده وانا كنت وعدتكم ولا عشان مثلا انت يعني كنت مستنيها ازاي؟ هو انا يعني عملت كل اللي عليا صراحه عشان تتكلم. انا مكالمتك كفايه والله. الله يبارك لك يا اسامه، الله يبارك. فرحان بالمكالمه يعني؟ اه طبعا. الله يبارك الله يبارك، ان شاء الله ما تكونش اخر مكالمه وان شاء الله باذن الله كده يعني ايه دايما متفوق وفي خير وصحه وسعاده انت وبيتك واسرتك كلها ان شاء الله. التكريم ده الجمهوريه كلها بتشوفه، عايز نزيع قول زيع. نزيع ماشي. ماشي اشهرت اهو بقى. بص يعني بلدك بقى ماشي كده تنك، ما تكلمش حد، ما تردش على حد، ماشي كده. بص قطر كده ماشي قطر، ما تردش على حد بعد المكالمه دي. لا لا بهزر معاك طبعا يا سيدي، بهزر معاك. ربنا يسعدك ويوفقك وان شاء الله بينا مكالمات تانية، وان شاء الله يا اسامه هديتك هتوصلك لحد عندك كده ان شاء الله. ماشي شد حيلك اللي جاي وان شاء الله دايما اسمع عنك كل خير. ماشي شكرا. بالتوفيق يا اسامه بالتوفيق، مع السلامه. يا اسامه اديني واحده عارفه حلمك يا استاذ يا اسامه قبل ما نقفل. عارف حلمك يستاهل. ايوه او سامع ولا بحماس كده وسامع انت بتحس انك بتراضيني يعني. عارف حلمك يستاهل، عارف عربيتك يستاهل، وانا عم مش واخد بالي. يلا عارف حلمك يستاهل وعارف عربيتك يستاهل. حبيبي يا وسام ربنا يوفقك ويسعدك حبيبي، في رعايه الله بشكرك. مع السلامه مع السلامه. والله هزر مع طلابي، والله هزر مع طلابي. يا ابو زيد انت يا ابني داخل لي طالع داخل مطالع. الاخبار عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يخلي لك والدك وبيتك واسرتك كلهم يا رب. يا رب شكرا. تسلمي. انت جبتي كام في الامتحان الاخير ده اللي هو على الباب الاول والثاني؟ قفلته بقى. اه قفلتيه فعلا يا زهراء، ربنا يوفقك ويسعدك. كنت متخيله بقى ومتوقعه المكالمه دي ولا لا؟ لا
انا كنت مستنيها الصراحه. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. انت معايا من امتى يا زهراء؟ من اول سنه. ربنا يوفقك. طب انت عارفه انا ماسك جايزتك ايه؟ يعني انا ماسك حاجتين، اختار حاجه منهم بقى. يعني قطه سيامي ولا كلب ولف؟ انا ماسك هديتين، اختاري منهم حاجه، قطه سيامي ولا كلب ولف؟ بتخاف من الاثنين. خلاص هنشيل دول، هنشيل دول. طيب بصي بقى، سمارت ووتش ولا ايربودز؟ سمارت ووتش. انا نرجع الايربودز يا عم، كل الناس بتختار سمارت ووتش بس نرجع الايربودز. خلاص يا زهراء باذن الله جايزتك اهي قدام الكاميرا اهي، سمارت ووتش ان شاء الله هتتشحن لك لحد عندك باذن الله. انت منين اصلا؟ انا فين؟ في هنا ان شاء الله هتتشحن لك لحد عندك باذن الله يا زهراء. شكرا جدا. تسلمي. المنصه معاك كويسه وكل حاجه تمام؟ تمام الحمد لله. ربنا يوفقك ويسعدك يا زهراء، ربنا يوفقك ويسعدك. اديني بقى واحده. عارف حلمك يستاهل. عارف حلمك يستاهل. تسلمي. تسلمي يا زهراء، ربنا يوفقك ويسعدك. وسلامي بقى لوالدك الراجل المحترم رد عليا ده، والبيت كله ربنا يوفقك ويسعدك ان شاء الله. شكرا. بالتوفيق. مع السلامه. سلام. سلام. مشاعر تطلع دافيه. كيف المشاعر تطلع دافيه واللي قدامك يحسها لو انت متجل؟ يعني مدفي. لكن المشاعر دلوقتي طالعه برداني، طالعه بتكتك. عايز فاضي. عايز دفى. سيد الحبايب يا حلال اللي انت. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ولي امري ملك خالد. اهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ ازاي حضرتك؟ خير والله، في نعمه الحمد لله. ربنا يجعلكم دايما في خير وصحه وسعاده يا رب. الله يكرمك يا فندم. الله يخليك. انا استاذها جيو ماجد امام، مدرس الجيولوجيا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بمعاليك. اهلا بيك، ربنا يبارك في سعادتك. ربنا يخليك يا فندم. الله يعني. الله يبارك في حضرتك. مالك ما شاء الله، يعني كانت معانا في اخر مسابقه باب اول وثاني ما شاء الله على مستوى الجمهوريه، ومن ضمن اول 20 حد قفلوا الامتحان. يعني الاف الطلاب امتحنوا ما شاء الله، كانوا من ضمن 20 حد بس او 25 طالب بس اللي قفلوا كانت ملك. فما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميها يعني. كمل على كده، لسه السنه طويله، ربنا بس يثبتها يعني باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك فيها باذن الله. الله يكرمك يا فندم. الله يديك الصحه. هي المفروض بقى ال 20 دول بقى انا بكلمهم مكالمه بنفسي، والمكالمه دلوقتي بتسجل كمان، يعني ما شاء الله هكرمهم قدام كل الجمهوريه، وماسك دلوقتي الهديه بتاعتها في ايدي، فهي موجوده بقى. هي مع حضرتك يا فندم. الدهان. ربنا يبارك في معالي. اهلا يا ملك، ازيك؟ ولا اقول يا دكتور ملك بقى؟ يعني دلوقتي نقول دكتور ملك خلاص. الو. الو. ايه ملك بقول لك دلوقتي نقول يا دكتور ملك خلاص بقى، عارفه اللي هو نحترم المقامات بقى. انا واحده جايبه 65 من 65 في الامتحان ان شاء الله. انت كنت عارفه ان انا اصلا اللي هكلم الناس اللي هتقفل في الامتحان ولا لا؟ لا ما كنتش عارفه. يعني ما كنتيش متوقعه المكالمه دي خالص؟ لا لا. طيب ربنا يوفقك ويسعدك. انت معايا من امتى اصلا يا ملك اونلاين؟ من الاول خالص. طب شطوره ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا دلوقتي بقى ماسك هديتين ليكي، يعني تفتكري انا ماسك ايه في ايدي بقى؟ ما عرفت ايه هذا وايه. في كمان سمارت ووتش وفي ايربودز، تختار ايه بقى؟ ابعتها لك لحد القاهره لحد عندك. الايربودز. اخيرا حد اختار ايربود. والله كويس، والله ذوق كويس، ذوق كويس يا ملك، ذوق كويس. ان شاء الله هديتك اهو باذن الله هتوصلك لحد عندك، لحد القاهره باذن الله في المكان اللي انت فيه ان شاء الله. تيم الفتره الجايه هيتواصل معاك عشان اوصلها لك. بس بس اهم حاجه نفضل على المستوى ده باذن الله بقى. ان شاء الله. لسه 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 الامتحانات جايه كتير، والجوائز جايه كتير، يعني في ايفونات، في عربيات، في طيارات هليكوبتر بحجاره، في حاجات جايه كتير. اتفقنا؟ اتفقنا. ربنا يوفقك وييسر لك الحال يا رب، وسلام لوالدك وللبيت كله. اديني بقى واحد. عافر حلمك يستاهل من نقفل. عافر حلمك يستاهل. ماشي يا ملك، ربنا يوفقك ويسعدك في رعايه الله. مع السلامه. مع السلامه. ده الامتحان بتاعت اخر السنه هتدخل علينا واحنا قاعدين مستنيين الطلاب دول. الو رحمه، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت اخر مسابقه معانا كسبتي فيها حمار نوكيا وكلب صيني. يا جيزوه يا نهار ابيض. عارف الطلاب خلاص في انسوني من كتر المكالمات، في انسوني. المسابقه الحلوه دي.
تسلمي تسلمي يا رحمه. طب ما كنتيش متخيلها خالص ولا مستنياها وانت مقفله في الامتحان؟ لا مستنيها طبعا. تسلمي. انت عارفه انت جبت كام في الامتحان؟ اه 20. اه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كنت متخيله اني هكلمك اليومين دول ولا مش هكلمك؟ مش عارفه حاسه يعني قلت ان انا هتكلم لكم بعد امتحان على طول. اه بس ما طولت شويه. اه طولت شويه على بال ما رصدنا الامتحان وجبنا الدرجات والحاجات دي. بس ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انت منين يا رحمه؟ ربنا يخليك. من الفيوم. من الفيوم اجدع ناس اقسم بالله. الفيوم بقى والشلالات والبط. بصي يعني انا 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 عندي حاجتين بتقصر قلبي وبعدتي. بصي يعني البط بقى يعني الفيوم كلها وحبايبنا في الفيوم. ربنا يوفقك ويسعدك. طيب انت ما شاء الله انت معانا من امتى؟ من اول السنه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ربنا يوفقك ويسعدك. طب تفتكر هديتك ايه بقى؟ يعني انا ممكن اكون ماسك ايه في ايدي بقى يا رحمه؟ عارفه. احلامي كده احلامي بس ما تحلميش قوي يعني. اكيد مش ماسك عربيه في ايدي. لا مش عارفه. طيب هو بص يا ست اختاري بقى بين دول في ايربودز وفي سمارت ووتش. تختاري مين فيهم؟ خلاص سمارت ووتش اهي ان شاء الله توصلك لحد البيت باذن الله. وانا مبسوط جدا بيكي وفخور بيكي وكل الطلاب اللي بتعافر سواء قفلوا او نقصوا شويه بس اهم حاجه تكونوا متعافروا. لقيت صعوبه في الامتحان؟ الامتحان كان صعب معاك ولا كان عادي؟ لا عادي يعني مش صعب ومش سهل. مش صعب ومش سهل. حلينا الافكار دي ولا كان في حاجه جديده؟ لا حليناها. طيب الحمد لله الحمد لله. ربنا يوفقك ويسعدك ان شاء الله يا رحمه. انا مبسوط جدا بيكي. ربنا ييسر امرك ويسعد قلبك وحقق حلمك وفرج همك. قولي امين بقى. امين. اديني بقى واحده عارفه حلمك يستاهل قبل ما نقفل. عارفه حلمك يستاهل عارفه عربيتك يستاهل. قلوب كتير هنا لطلابي والله. تسلمي يا رحمه التوفيق. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب برعايه الله. مع السلامه. مع السلامه. الو 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 عبد الحليم ازيك؟ انت صح ولا نايم؟ لا انا صح. صوتك ناعم يا ابو حليم وبتكذب عليا. لا والله صح. احلف كده تاني. ازيك يا جيو؟ يلا يا رسول يلا يا يلا يا ربيض يلا ايه خلاص عارف اللي هو ايه خلاص مش حد بيعمل فينا بقلب ولا بركب علينا بصوته داخل الجيو. ازيك يا عبد الحليم؟ حضرتك واضحه جدا. الله يبارك فيك. انا طول عمري واضح يا ابو حليم. امال انا ليش لازم اكون واضح؟ عامل ايه طمنا عليك؟ الحمد لله والله كويس. انت منين عبد الحليم؟ انا من السويس. من السويس اجدع ناس السويس والله. طب انت ايه انت كنت معايا من امتى اصلا؟ انا من اول شهر في الكورس. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طب مذاكر الامتحان كان بالنسبه لك صعب ولا عادي؟ هو الحمد لله كان كويس خالص بس هي مشكله عدم الرجوع للاسئله. ما مش بايدي والله بالموقع. عدم الرجوع دي بتاعت الموقع مش بايدي والله مش اوبشن عندي. بس انا هحاول ان شاء الله الفتره الجايه اشوف لكم مواقع ترجع للسؤال تاني. بس انت الدنيا معاك كويسه في الاونلاين في المذاكره في الجيولوجيا عموما الحمد لله تمام يعني؟ لا انا الحمد لله انا كل دروسي اصلا اونلاين. كل دروسك والله. طب وانت تجربتك مع الاونلاين عبد الحليم عامله ازاي؟ يعني انت شايف الموضوع ده حلو وحش؟ السنتر احسن؟ لا بتوفر لك وقت؟ شايف التجربه عامله ازاي؟ لا هو كويس جدا يعني هو مخليني ان انا قادر اتحكم في دروسي ودي اهم ميزه. طب بتراكمش بتكسلش ولا الحمد لله الموضوع ماشي معاك لحد دلوقتي؟ لا هو الحمد لله كله تمام. طب الحمد لله اتكمل بس على كده باذن الله وربنا يفرحك اخر السنه ان شاء الله. ان شاء الله. اللي عمال ليك هديه بقى ان شاء الله استناها يا تنزل لك شهاده على الفيسبوك يوصل لك هديه لحد البيت قريب باذن الله. شكرا ليك يا جيو والله. بالتوفيق حبيبي حبيبي وحبيبي. تسلم ربنا يوفقك ويسعدك. اديني بقى واحده عافر حلمك يستاهل. عافر حلمك يستاهل عافر عربيتك. تسلم يا عبد الحليم ربنا يوفقك. ماشي يا عبد الحليم مع السلامه. طب انا هحاول اغير صوتي بقى عشان كل الناس بتعرفني من صوتي وضحكتي اللي فاتحيني دول فانا هحاول اغير صوتي بس هيجيبوني برضه. هم اصلا الناس اللي مقفله مستنيين اكلمهم فكده كده عارفين مستنيين مكالمه مني فهم حاسين بقى بس انا هحاول اغير صوتي بقى وربنا يستر يعني. انا بعرف اقلد سبع شخصيات وامه سبع 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 امه يا فندم. يا رفاق اين مي؟ ايه مي ردت؟ الو يا مي الاخبار؟ عليكم السلام ازيك؟ ازي حضرتك يا جيم؟ يا ربنا بقى. ولا يعني ايه ولا حد عارف ان احنا هنكلمك صح؟ لا خالص. احلفي تاني يا مي قدام الكاميرا بالله عليكي. والله ما بتشوف معايا. والله العظيم يا جماعه هم بيعرفوني لوحدهم. ازاي حضرتك يا جيل لوحدهم؟ اقسم بالله ما اعرفش ازاي. طلابي بقى قلوب كتير هنا طلابي بيعرفوني من صوتي. هريهم محاضرات وقلاشات. استحملني فيها معلش. بتستحملي قلاشات يا مي؟ منور يا باشا.
طبعا بجد والله بحب حالتك جدا. لا لا ربنا يسترك. لا تستاهلي بقى الهديه دلوقتي، تستاهلي الهديه. انت ما شاء الله عليكي قفلتي معانا في اخر امتحان باب اول وثاني، انت عارفه كده. طب كنت مستنيه بقى ان اكلمك ولا لا؟ ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. طبعا انا جبت لك بقى هديه كده صغيره انت والطلاب حبايبنا اللي قفلوا في الامتحان ده، والباقي ان شاء الله في امتحانات جايه كتير عشان ما يزعلوش. تفتكري بقى انا جايب لك ايه؟ يعني انا ماسك حاجتين دلوقتي، تفتكري ايه بقى هما؟ حاجه من الاثنين يعني. مش عارفه اخمن. هساعدك. طب بصي اختاري يا ست، سمارت ووتش ولا ايربودز؟ سمارت ووتش. على خير الله، سمارت ووتش ان شاء الله. مبروك كسبت معانا سمارت ووتش، هتشحلك لحد عندك ان شاء الله. انت منين اصلا يا مي؟ انا من الجيزه. من الجيزه قلتي لي صحيح. طيب انت اصلا معانا من امتى؟ انا من شهر 8. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. الامتحان كان بالنسبه لك سهل والدنيا كانت كويسه ولا كانت صعب نص نص؟ هو كان نص نص يعني، بس كل الكلام اللي حضرتك قلته جه في الامتحان. الله يبارك لك. ما هو انا طبيعي انا اللي حاطط الامتحان ببقى عارف. ربنا يوفقك ويسعدك كمان. فرحتيني والله وانا فخور بكم كلكم. وان شاء الله هداياكم توصل لكم. وان شاء الله هداياكم توصل لكم لحد البيت باذن الله. مبسوطه بالمكالمه دي ولا ولا مش مبسوطه؟ انا نصها عادي، نصها عادي، نصها عادي، نصها عادي. طبعا نصها. يلا ربنا يوفقك. اديني بقى واحد عارف حلمك يستاهل قبل ما نهلف. عفر حلمك يستاهل، عفر عرفتك تستاهل. قلوب كده كتير لطلاب كل حد. تسلم يا باشا. ماشي يا مي، ربنا يوفقك ويسعدك ان شاء الله، وباذن الله هديتك هتوصلك قريب ودايما في تفوق باذن الله. بالتوفيق، مع السلامه. مع السلامه. جورجينا كريستيانو رونالدو. الو مساء الخير. مساء النور. مين حضرتك معانا؟ حضرتك متصلين بيكي عشان تكسبت معانا حمار نوكيا وكلب صيني. انت دخلت حضرتك جي وماجد صح؟ طب اعمل ايه تاني؟ طب اغير صوتي اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ اغير صوتي. اجيب واحد بيغدالي يتكلم، بتعرفوني ازاي؟ لا صوت حضرتك واضح جدا. ما انا بحاول اشتغلكم والله اهو. طب والله افتكر ان انا متفق معاكم على المكالمات دي، بالله عليكي بالله عليكي احنا اتكلمنا في المكالمات دي؟ يعني اتفقت معاكم المكالمات دي؟ لا بجد انا يعني ما كنتش متوقع خالص. لا ازاي ده انت مقفله معانا في الامتحان اخر امتحان؟ ايوه لان قفلت بسكوت يعني، ممكن الوقت اللي انا خدته فيه كتير شويه. بس قفلت في الاخر الحمد لله. طيب مبروك مبروك. انت منين اصلا؟ ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. انت منين؟ انا من محافظه الجنه. اجدع ناس والله. طب إيه انت هديتك بقى يا جورجينا تفتكري ايه؟ يعني ساعه ولا سمارت ووتش ولا ايربودز؟ اختاري ايه؟ تسلمي. يا نهار ابيض، اقسم بالله انت والله اللي عندها ذوق دي. اي حاجه بص لف لهم كل حاجه، لف لهم كل بص في نص بطيخه في التلاجه لف ولا يعني اي حاجه تاخدها. ربنا ربنا يوفقك ويسعدك، فرحتيني والله. طب اختاري حاجه طيب وانا ابعتها لك لحد عندك هنا باذن الله من الاثنين ماسكهم دول، سمارت ووتش ولا ايربودز؟ صدقني اي حاجه مش تفرق يعني. طب تسلمي تسلمي، ربنا يوفقك ويسعدك، تستاهلي كل خير. شكلك والله ما شاء الله يعني نفسك صافيه وراضيه وتستاهلي كل خير انت فيه، وان شاء الله يعني تفرحي اهلك في اللي جاي من حياتك كمان. انا اريد اصلا مبسوط اصلا من المكالمه دي، وان انا بنفسي بكلمك اهوت قدام كل الناس واقول لك يعني تسلمي وشكرا على مجهودك وتفوقك باذن الله، واقدم لك كمان جائزتك قدامه. بجد مكالمتك النهارده يعني كانت حاجه حلوه، وسط حاجات وحشه كتير حصلت النهارده، فشكرا يعني. طب الحمد لله، يعني الحاجه الحلوه اللي وسط حاجات كتير وحشه حصلت اهو، الحمد لله. شفتي يعني اللي بتعمله فينا الايام بيهون على ماجد امام اكيد. لا طب تعرفي تقوليها الهاشتاج ده اسمه ايه اللي بتعمله؟ ايه اللي بتعمله فينا الايام بيهونوا على ماجد امام؟ تاني بقى كده. بيهونوا علينا جيو ماجد امام. الهي ربنا يبارك لك. تسلمي تسلمي، انتوا والله تستاهلوا كل خير، لان طلاب جيو ماجد امام بجد غير اي حد. ربنا يوفقك ويسعدك، وان شاء الله هديتك توصلك باذن الله. شكرا. بالتوفيق ليكي، مع السلامه. مع السلامه. انا مش عارف ايه الصوت مميز وبهزر ورقم متسجل سكرتاريا. يعني ده رقم السكرتاري عندي، فمتسجل على تلو كولر جيو ماجد امام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا معايا؟ معايا الجيو. في ايه؟ في حاجة؟ هو في يا جدعان؟ والله العظيم اقسم بالله الموضوع افور. طب قلت لكم مين؟ اجيب مين يكلمكم؟ اصلا في التلو كولر كان مكتوب اسم حضرتك يعني.
شفت يا باشا، شفت يا باشا، عرفت بيعرفوني ازاي، عرفت بيعرفوني ازاي. بعت له عم محمد بعد كده ارقام تانية عشان اعرف اشتغل طلابنا، مش عارفين اشتغل طلابنا بعد اذنك. ازيك يا لا، ايه الاخبار؟ بس انتوا اكيد ساعات متعودين بقى لما بهزر معاكم اقلد لكم الليمبي او حاجه شبه كده، متعودين على الحاجات دي. نفس الصوت لا ربنا يوفقك ويسعدك. عامل ايه طيب؟ ايه الاخبار؟ بخير والله الحمد لله. انت عارفه انت جبت كام في اخر امتحان؟ ربنا يوفقك وسعدك. وكمان الفيديو ده باشا والمكالمه دي وريها لكل الناس لما تنزل باذن الله، وافرحي بيها بقى. انا قدام كل الجمهوريه وبكرمك وبقول لك شكرا على مجهودك، انت من الناس القليلين قوي اللي قفلوا معايا الامتحان. انا اللي عايزه اشكر حضرتك حقيقه، يعني لانه انت ما بتصحش معانا خالص من اول السنه، وانا مدركه التعب اللي انت بتتعب معانا. يعني تسلمي تسلمي، ربنا يوفقك ويسعدكم يا باشا، انتوا تستاهلوا كل تعب والله. طلاب جيو ماجد امام بجد تستاهلوا كل تعب والله، بعد الناس الجميله دي وبعد الاجتهاد والتعب ده وبعد الحاجات دي ما شاء الله عليك والله، تستاهلوا كل تعب. تفتكري بقى انا ماسك هديه ليكي، تفتكري ايه او ايه؟ مش عارفه، بس هو يمكن ايربودز او كده. والله بجد اهو. طب بصي، طب هما اتنين ايربودز وسمارت ووتش، طب تختاري ايه؟ اهو بس خلاص الايربودز بتاعتك اهي، والتيم ان شاء الله هيركز في الكلام ده اصلا عشان يعرف يشحن لكل واحد ايه، وهيبعت لك الايربودز بتاعتك ان شاء الله لحد عندك باذن الله. لا شكرا شكرا، جزاكم الله خيرا والله، يعني انا نقلتك من دعائي، يعني جزاك الله خيرا. اه والله دعوا لي كتير، والله ما في الدعاء، يعني انا غلبان اقسم بالله وبحتاج دعواتكم والله. دعوا لي، دعوا لي ربنا يوفقكم ويسعدكم، وانتم كمان والله بجد تستاهلوا كل تعب وتستاهلوا كل مجهود وتستاهلوا كل حاجه بنعملها باذن الله. شكرا شكرا والله، انا كنت مستنيه المكالمه دي. تسلمي، ربنا يوفقك ويسعدك. المنصه صحيح عامله معاك ايه؟ والاونلاين معاك عامل ايه؟ ونظامنا في الشرح والامتحانات والاسئله والمتابعه عامل معاك ايه؟ لا والله ماشي كويس خالص، يعني المنصه ماشيه كويس برضو، والمتابعه كويس خالص. تمام شكرا، يعني تسلمي تسلمي، ربنا يوفقك. اديني بقى واحده عافر حلمك يستاهل بقى. إله ربنا يسترك، اقسم بالله جمدان جمدان. ربنا يوفقك ويسعدك يا تسلم. تسلمي تسلمي، سلامي للبيت كله، وربنا يفرحكم كلكم باذن الله. امين يا رب. إيش إيش بالتوفيق، ربنا يوفقك ويسعدك. مع السلامه. مع السلامه. انا هغير صوتي بقى. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اسراء معايا؟ ايوه. ازيك يا اسراء، ايه الاخبار؟ طيب والله 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 العظيم، يعني انا مش عارف اعمل ايه. طيب انا تعبت والله. طيب انتوا عرفتيني ازاي يا اسراء؟ انت كمان ترو كولر ولا من صوتك؟ والله انا مستنيه المكالمه دي يومين. مستنيه المكالمه دي من يومين؟ اه. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. انت جايبه كام معانا في الامتحان؟ 65. ما شاء الله ما شاء الله، انت منين؟ من اسيوط. ربنا يوفقك ويسعدك يا اسراء. معانا من امتى بالمنصه؟ من اول يوم يا دوب. ما شاء الله خالص والله، ربنا يوفقك ويسعدك. طيب انا حبيت اكلمكم بنفسي اهو، ودي جايزتكم وهديتكم، ان انا بكلمك بنفسي اهوت واقول لك بقى هديتك. تختاري معانا بقى هديتك تكون سمارت ووتش ولا ايربودز؟ سمارت ووتش. سمارت ووتش خلاص، وان شاء الله هتشحن لك لحد عندك باذن الله. اهم حاجه بس نفضل على المستوى الجميل ده، وان شاء الله تفرحي دايما اهلك ونفسك باذن الله في اللي جاي من حياتك. يعني يا رب. عايزه تقولي؟ قول. ايوه، حصلت معايا مشكله انا وبحل، فدخلت يعني الامتحان من جهاز ثاني، فيعني اكيد الاسئله الاولانيه اللي حليتهم في الاول اخذت وقت اقل، يعني لو في حد يستحق المكالمه دي اكتر مني. والله تسلمي يا بنتي، انت عارف قصدها ايه؟ يعني ان هي اصلا بتقول لو حد يستهيست، يعني انا دخلت من امتحان تاني او من لينك تاني فاخدت وقت اقل، فلو حد يستحق المكالمه دي اكتر منك او الجايزه. اقسم بالله يا اسراء، اسراء صح؟ ايوه. اقسم بالله يا اسراء، بعد الجمله الحلوه دي وبعد نيتك الصافيه دي تستاهلي يا بنتي كل يعني هدايا الدنيا كلها، اقسم بالله. يعني ربنا يوفقك ويسعدك في حياتك اللي جايه. هو سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى اكيد بيجازي الناس اللي مجتهده والصافيه والنقيه والنظيفه. انت ما شاء الله عليكي، فكونك يعني قلبك نظيف كده وبتقول لو حد احسن مني او اكتر مني يستاهلها، يبقى انت احسن حد يستاهلها في الدنيا كلها، فانا فرحان بيك والله. ربنا يخليك. تسلمي 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 يا اسراء. اديني واحده عافر حلمك يستاهل. عفر عربيتك تستاهل. تسلمي تسلمي يا اسراء، ربنا يوفقك ويسعدك ان شاء الله، وهديتك هتوصلك باذن الله. شكرا
ان شاء الله. انا عايز الدعوه بتاعتي اهو يا باشا، احلى دعوه في الدنيا. ربنا ييسر امرك ويسعد قلبك وحقق حلمك وفرج همك. قولي امين بقى. امين يا رب. بالتوفيق. ماشي ماشي، مع السلامه. مع السلامه. سلام. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام مهند، ازيك؟ الحمد لله. إيه، انت كسبت معانا في اخر مسابقه دخلتها مروحه باربع لفات. ايوه انا عارف حضرتك، انا عارفك، انا عارف اللي هو، انا عارفك اجيبك. وربنا لسه بس حاسس بحضرتك دلوقتي والله. والله والله لسه بتسمع الحصه بجد؟ ربنا لسه بس الحصه لسه بفتحها حالا. طب حصه ايه؟ طيب بتتفرج على ايه؟ هو اخر حصه اللي هي الحصه اللي شغلنا ليه لسه نازله النهارده. اله ربنا يسترك، ربنا يوفقك ويسعدك. ده ما شاء الله، ده انت يعني ما شاء الله ملتزم. هو ده الحصه لسه نازله مثلا من ساعه، يعني انت بتسمعها اول باول. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، لا تستاهل كل خير بقى. ده انت تستاهل تقفل، وتستاهل ان اكلمك، وتستاهل بقى احسن هديه باذن الله. ربنا يخليك يا مهند، ده احسن هديه ان انا حضرتك كلمتني. الله يبارك لك يا مهند. انت منين يا مهند؟ حضرتك ما تعرفش قد ايه بيقدرك ويحترمك جدا. ده فوق راسي فوق راسي. ربنا يبارك في معاليك ويبارك لك فيه باذن الله. ربنا يبارك لك في والدك يا مهند، يا ما شاء الله اهو. يعني فرحه بقى بالاستبشاره الكويسه دي، ان انا ببشرك انك جبت درجه حلوه اهو. ومكالمه دي ان شاء الله الجمهوريه كلها هتشوفها. مهند من القليوبيه اهو. مهند ايه بقى الاسم الكامل؟ مهند محمد ناصر. مهند محمد ناصر من القليوبيه اهو. ناصف. معلش، مهند محمد ناصف، صح كده؟ صحيح. من القليوبيه اهو. ربنا يوفقك ويسعدك، ودايما تفرح اهلك كده يا مهند باذن الله. اختار بقى، اختار هديه من اللي انا ماسكهم دول قدام الكاميرا. تختار ايه؟ سمارت ووتش ولا ايربودز؟ ايه اللي حضرتك تشوفه يعني؟ سمارت ووتش، سمارت ووتش، اي حاجه اللي انت عايزه. سمارت ووتش ولا ايربودز؟ اي حاجه اي حاجه يا باشا. اختار بس انت بعد المكالمه الجميله دي، وبعد يعني صوت والدك الجميل اللي شرفنا في المكالمه، انت اختار اللي انت عايزه. سمارت ووتش، ايربودز، عايز دي فريزر اجيب لك دي في دي. لا لا لا، يعني سمارت ووتش. ان شاء الله هتتشحن لك لحد عندك باذن الله، وربنا يوفقك ويسعدك، وسلم على والدك كتير وعلى البيت كله. ربنا يخليك يا مهند. اديني بقى واحده. عارف حلمك يستاهل بقى. عارف حلمك يستاهل حبيبي. حبيبي يا مهند. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، ودايما تفرح اهلك كده بيك، ومفخورين دايما بيك كده ان شاء الله. عقبال نتيجه اخر السنه باذن الله يا رب. ربنا ييسر امرك ويسعد قلبك وحقق حلمك وفرج همك. قول امين بقى. امين. في رعايه الله. ماشي يا مهند، مع السلامه. عليكم السلام. مع السلامه. ماشي. الو الو الو، انطون ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. ايه بتذاكر للثانويه العامه ولا بتقضيها؟ لا بذاكر. بتذاكر للثانويه العامه؟ طب انت يعني الثانويه العامه بالنسبه لك صعبه ولا مش صعبه، ولا رخ ولا سهله؟ لا عادي. عادي يا واد، انت واثق من نفسك؟ عادي يعني، اعصابنا في ثلاجه. يعني الشقاوه فينا بس ربنا هدينا. مش عارف ايه جمل السرسجلنا بقولها دي. المهم، انت اخر امتحان زولوجيا جاي فيك ايه؟ 65. يا واد يا جامد ما شاء الله. طيب انت اصلا بتاخد زولوجيا مع مين يا انطون؟ مع حضرتك. يعني انا عارف اللي هو ايه، كلمه الثقه، فاهم؟ مكالمه الثقه النهارده، يعني فيديو الثقه. وانت عرفت صوتي ولا تلو كولر جايب لك اسمي؟ لا الصوت. الله ربنا يبارك لك. طب انت موجود معانا، انت معانا من امتى اصلا زيولوجي؟ من اول السنه. ربنا يعينك. طب مستحمل الالاشات عادي؟ لا. الولد ده جامد، الولد ده جامد اقسم بالله. طب استنى بقى، يعني انت لما تعدي لك قلشه مش حاببها بتعمل ايه؟ بتعديها ولا بتقزم غيظه كاتك على شفايفك، ولا بتكسر اللاب، ولا اللي هو بتحاول تجامل اللي هو بتقل دمك وبتعديها؟ لا لا بتسكت. لا 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 لا، قول الحقيقه، خليك صريح للاخر، مش عشان قدام الهواء يعني، يعني الكاميرا وكده تقعد بقى تقول. قول رياكشنك، بتعمل ايه؟ كسرت كام؟ كسرت كام موبايل لحد دلوقتي؟ لا لا طبعا. وبعدين انا بقالي 17 سنه مستحمل الاشات المدرسين، اطلعها عليك ولا اموت بيها؟ لا اطلعها عليك. حاسك حاسس مش قلبك. اطلعها علينا، طلعها علينا شيء. ماشي ماشي فاهم. تسلم. طيب ربنا يوفقك ويسعدك. انت بالنسبه لك اخر امتحان كان صعب ولا سهل ولا متوسط؟ لا متوسط. كان كويس يعني مش وحش. طب احنا في افكار جديده في الامتحان ما قلناهاش، ولا كل الافكار كانت عدت عليك قبل كده؟ لا لا، معظم الافكار كانت شفتها قبل كده. ربنا يوفقك ويسعدك. كنت متخيل بقى ان انا اكلمك؟
انت صريح 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 في كل حاجه. طيب انا دلوقتي ماسك لك هديه اهو، اختار بقى هديه من الاثنين دول، تختار بقى حاجه تتشحن لك لحد عندك، سمارت ووتش ولا ايربودز؟ اي حاجه عايز. اللي انت عايزه اختار بقى، ايربودز ولا سمارت ووتش؟ سمارت ووتش. ان شاء الله هتتشحن لك لحد عندك. وانت منين اصلا يا انطول؟ من العبور. من العبور، هتتشحن لك لحد عندك باذن الله، عشان لما تبص لها تفتكر قلاشات وتستحملها تعديها. بستحملكوا انا في حاجات كتير وشرح وحل وفرم وتلخيص، واخد بالك معايا، وجوائز ومكالمات اهو اهو، بصرف عليك كل حاجه اهو، يبقى تستحملوا قلاشات صح ولا لا؟ ايوه تعديها، تقول هو اللي تعبان عشان هو اللي بيشرح لنا، هو اللي بيحل معانا، هو اللي بيشجعنا، هو اللي جايب لها هدايا، هو يبقى نستحمل قلاشاته هو. او مستحمله او مستحملهاش يا عم، عادي انا بهزر معاك. طيب ربنا يوفقك ويسعدك، انا مبسوط جدا بيك، ودايما بقى ايه تشد حيلك كده، وربنا يوفقك في اللي جاي باذن الله. بالتوفيق يا انطول، مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الرحمن ازيك؟ يا جدعان ده انا لو متفق معاكم مش هيبقى كده والله. والله بقى ايه يا جدعان، ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت عرفتني من صوتي ولا عرفتني من تلو كوره؟ لا صوت حضرتك مميز يعني. الله يبارك فيك. شكلك كنت نايم. لا صحيح، كنت لسه بتفرج على حضرتك المحاضره الجديده. الله يبارك لك، ما شاء الله عليك يا ابني والله. يعني انت بتتابع اول باول؟ اه. ربنا يبارك لك، قلوب كتير هنا اقسم بالله ليك، وقلوب كتير لكل الناس المجتهده ما شاء الله، ربنا يحفظك يا ابني. انت عارف انت جبت كام في اخر امتحان؟ اه الحمد لله قفلت. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. آه عشان كده بقى انا كانت جايزتك او هديتك حاجتين، ان انا اكلمك بنفسي قدام كل الناس دلوقتي، فيديو ينزل لكل الناس، وهديه بقى كمان، اختار بقى معايا سمارت ووتش ولا ايربودز. انا اولا بس حابب اشكر حضرتك على مجهودك معايا والله. الله يبارك لك. الدرجه دي يعني فضل ربنا ثم حضرتك. الله يبارك لك. بس واول هديه اللي هي مكالمه حضرتك دي شرف ليا طبعا. الله يكرمك يا عبد الرحمن، الله يكون لك ذوق يا ابني. بس ممكن بقى سمارت ووتش يعني. اه خلاص يا باشا، احلى سمارت ووتش بعد يعني الكلمتين الحلوين اللي فرحوني دول. احلى بص خد ساعتك، بص خد بعد ذاك يا باشا، دي تتلف معاهم، دي تتلف لعبد الرحمن، دي تتلف لعبد الرحمن. اهي هي عبد الرحمن، احفظ شكلها عشان لما تجي لك بس اهي. ساعتي مع السمارت ووتش بعد الكلمتين الكويسين اللي انت قلتهم والله. انا اللي فرحان بيك وفخور بيك والله، وفخور بامثالك وكل الطلاب اللي بيعافروا، حتى لو نقصوا درجات وانا ما كلمتهمش، بس ان شاء الله تعوض بعدين. واي حد بيعافر واي حد بيتعب واي حد بيعمل اللي عليه، واي حد عندها اخلاق زيك كده يا ابني، وكل زمالك وحبايبنا الطلاب يستاهلوا كل تعب وكل مجهود اقسم بالله. انتوا كمان تفرحوني يا عبد الرحمن. شكرا لحضرتك يا مستر. ربنا يوفقك ويسعدك باذن الله. اهم حاجه نفضل يعني على قد نشد حيلنا كده، نشد حيلنا ان شاء الله، ونفضل نفرح نفسنا واهلنا باذن الله كده. اديني بقى واحده عافر حلمك نستاهل قبل ما نقفل بقى. عافر حلمك يستاهل حبيبي. حبيبي عبد الرحمن، الدعوه الحلوه اهي، ربنا ييسر امرك ويسعد قلبك وحقق حلمك وفرج جنبك. قول امين بقى. امين. ربنا يوفقك ان شاء الله، هديتك توصل لحد عندك باذن الله. ماشي يا عبد الرحمن، في رعايه الله، مع السلامه. شكرا جدا. بالتوفيق. مع السلامه. مع السلامه. فاكره موضوع الساعه ده بجد يعني؟ انا ايه مره والله والله طالب في السنتر قلت اللي هيجاوب هديله ساعه، اقسم بالله جاوب وخد الساعه، خدتها منه وهو ماشي. لو ردت بقى انا هحاول اعمل ايه يعني، هحاول اعمل صوت مختلف يعني، هحاول اغير صوتي واشوفه ما يعرفون ولا لا. ايوه مساء الخير. مرام ازيك؟ قبل ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ حضرتي مين؟ جيو. يا ربنا يا رب، نفسي اعرف بتعرفوا صوتي منين يعني. بالله عليك بالله عليك، عشان بس انا بسجل اوريدي اصلا دلوقتي، بالله عليك احنا متفقيني مثلا او انا قلت لكم هكلمك؟ لا احلفي احلفي قدام الكاميرا، احلفي يا مرام. لا والله ما كنتش عارفه، انا عارف صوت حضرتك. طب بصوتي بقى ولا الترو كولر اللي فضحها دي؟ لا صوت حضرتك. يا ربنا يستر. طب انا بكلمك دلوقتي من فراشه الحاج ماجد، قصدي يعني من قدام جوائز الحاج ماجد. جوائز كتير متطوره قدامي كده، احس ان انا ببيع الثلاثه بعشره، فمش عارف هم عاملين فيهم كده ليه، ما رسناهمش وباظوا. فانا دلوقتي كسبت معانا هديه من اثنين، اختاري واحده بقى قدام الكاميرا اهو، هديه بقى من اثنين، تختاري معانا ايربودز ولا سمارت ووتش عشان تقفرت قفلتي معانا في اخر امتحان. مرام انت نمتي؟ طب تختاري هديه من سمارت ووتش ولا ايربودز عشان هناك لحد عندك؟ انت منين اصلا الاول؟ انا من القاهره.
من القاهرة. تختاري ايه بقى جايزة ايه من الجوائز دي؟ ايه قدام الكاميرا اهو. سمارت ووتش. سمارت ووتش احلى سمارت ووتش ان شاء الله هتوصل لك لحد عندك في القاهرة. انت منين اصلا يعني؟ من امتى معانا يا مرام؟ نعم. من امتى معانا على المنصة اونلاين؟ من بداية السنة. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. طيب الحصة معاك كويسة؟ الحل كويس؟ في حاجة محتاجاها في المنصة؟ لا كل حاجة تمام الحمد لله. طيب مستحملة قلشات عادي يا مرام؟ مستحملة قلشات عادي؟ عايشين المرارة كويسة؟ المرارة تمام؟ لا طبعا يا أستاذ. لا ربنا يبارك لك، ربنا يوفقك ويسر أمرك ويسعد قلبك وحقق حلمك وفرج همك. أنا فخور بيكم والله. يا رب وشكرا يا مستر حضرتك جدا. تسلمي تسلمي. اديني بقى واحدة عارفة حلمك يستاهل. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب ووفقك كلكم باذن الله يا مرام. اشوفكم دايما متفوقين بقى، وحتى الناس اللي ربنا ما كرمهاش وما قفلتش الامتحان ده قدام الكاميرا اهو قدام كل الناس، ان شاء الله ربنا يسعدكم في اللي جاي وتقدروا تقفلوا ان شاء الله، ويكون في مكالمه والمسابقات اللي جايه اكتر والجواز اكتر والحاجات اللي جايه اكتر باذن الله. ربنا يوفقك ويسعدك ان شاء الله يا مرام. في رعايه الله، مع السلامه. مع السلامه. بكميه الحب الناس ده بيحب الناس دي، وكميه ما شاء الله يعني في ناس كتير بتحبنا وناس كتير بتاثر بينا. انا ممكن اسيب الفيديو خالص والكاميرا واسجد لله شكر هنا وارجع اكمل، والله العظيم اقسم بالله انا اتأثرت جامد والله. يعني ما شاء الله كمية ناس في اللايف كتيرة، وكمية ناس بتحبنا، وكمية ناس ما شاء الله بتتابعنا، وكمية ناس بتأثر بينا. فوالله العظيم يعني حاجة مش عارف. انا اللايف ده اللي احنا صورناه وفي وسط الحصه ده، اللايف ده بصراحه يعني اثر فيا اقسم بالله على كميه حب الناس دي. ربنا يجعلنا دايما عند حسن ظنهم ويوفقهم. ويعني مش عارف اقول ايه اقسم بالله. انا اتاثرت، انا اضطريت اتاثر. طب ممكن انا شكلي اعيط. طب ممكن نكمل بعدين. ربنا يوفق، ربنا يوفقهم ويسعدهم والله العظيم، ويعني ايه ويجعل تعبنا وتعبهم في ميزانات حسناتنا جميعا يعني. اللهم امين يا رب. مين يا عم الحاج بعد تاثرت ده؟ انا هزروت الدنيا. يا نور حزين على فراق يا ام يزيد. لا تأثرت والله بجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نوران؟ ازيك حضرتك يا مستر؟ يا ربنا يا ربنا. الحلقه دي كلها هتبقى كده يا شباب، عارف اللي هو ايه، كل الناس عارفاني من اول مره، بس يبقى والله عشان الناس يعرفوا ان دي حلقه اهلا يا جيو. ها اثر، عارف اللي هو عرفتني ازاي يا نوران؟ طب عرفتيني ازاي؟ من صوتي ولا ترو كولر؟ لا انا عرفتك من صوت حضرتك. من صوتك؟ طب انا كنت بحاول اقلد اللي بيعمل حاجه غير صوتي عشان ما تعرفنيش يعني، جبتوني برضو. وعامه زي حضرتك قلت ان دايما صوتك يعني هو مفتاح العثور عليك. لا ربنا يبارك لك، ربنا يوفقك ويسعدك. انت منين يا نوران؟ يا رب. انا من بورتس. منين؟ من اوسين، تعتبر من اوسين. انت بره مصر؟ لا 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 طبعا انا ما اعرفهاش، بس اكيد بلد كويسه وبلد غاليه علينا طالما يعني فيها ناس زيك وفيها ناس شطوره زيك وفيها ناس مجتهده، فاحلى بلد في الدنيا. قلوب كتير اهوت ليكي والبلد بتاعتك كمان والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. انت عارفه ان انت قفلتي في الامتحان اصلا؟ الحمد لله. ربنا يوفقك ويسعدك. طب اختاري بقى يا ست، ها هديه ايربودز ولا سمارت ووتش؟ هديه ايربودز ولا سمارت ووتش تتشحلك لحد عندك؟ دي 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 الهاند فري، بس اللي هي البلوتوث، اللي هي الهاند فري، عارفه السماعه بس اللي بتشتغل بالبلوتوث دي. سيبك منها، خلينا في الايربودز، في السمارت ووتش. ابعت لك سمارت ووتش؟ تمام. ولا ايربودز؟ انا جبت مش صدق نفسي، فاكر ان انا بكلم حضرتك. تسلمي والله العظيم بنوت زي العسل، عارف اللي هو ثابت الجائزه مش مهم. تمام قشطه، لاي حاجه تبعتها، بس انا فرحان كلمتك والله. والله العظيم ربنا يسعدك ويوفقك. انا اللي فخور بيكي والله، فخير بكل الطلاب، وفخور بكل الطلاب اللي بعافروا، ودايما ان شاء الله تكونوا عند حسن ظني كده وعند حسن ظن اهاليكم بيكم، وربنا يجزيكم خير ويوفقكم باذن الله والله يا نهى. يا رب. شكرا يا مستر. الدعوه الحلوه بقى، ربنا يستر امرك ويسعد قلبك وحقق حلمك وفرج همك. قولي امين بقى. امين. اديني واحد ماجد بجد غير اي حد. قولوا كتير كده والله. اديني واحده بقى. عارف حلمك يستاهل. تسلمي تسلمي يا رب. ربنا يوفقك وتاني. اشوفك على خير وان شاء الله جائزتك باذن الله توصلك لحد عندك. مع السلامه. ان شاء الله يا اسماء. مع السلامه. الو. مساء الخير، ازيك يا ايه؟ مساء النور. مين؟ مع حضرتك. ازيك يا ايه؟ انت دخلت معانا اخر مسابقه وكسبتي فلتر ميه. هو مش حد بتاع حفلات الخيري. هو
عرفتيني عرفتيني من صوتي ولا من ترو كولر؟ لا انا ما عنديش ترو كولر، بس انا اصلا ده انا بقالي يومين مستنيه مكالمه حضرتك، فاول ما عرفت الرقم غريب اصلا يعني انا قلت لبوجي مجد على طول. طب تسلمي، ربنا يوفقك ويسعدك. بقالك يومين مستنيه المكالمه من ساعه النتيجه صح كده؟ اه انا عايز اقول لحضرتك اصلا ان بابا مثلا بياخد الموبايل عشان يشحن المحفظه وكده، عشان باخد دروسي اونلاين بياخدها النهارده، ياخد الموبايل عشان يشحنه. قلت له لا ما تاخدوش النهارده، مش عايز اشحنه. والله ربنا يوفقك ويسعدك. انت منين بقى؟ منين بلدك؟ فين؟ من اكتوبر، من الجيزه اكتوبر. اه ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. ربنا يوفقك ويسعدك، ما شاء الله درجتك حلوه يعني، ربنا يبارك فيك ويوفقك ويرزقك الخير والتوفيق في اللي جاي باذن الله. ميرسي يا مستر، والله ده بفضل حضرتك ومجهود حضرتك وتعبك معانا وفضل ربنا. الله يبارك لك، الله يبارك لك. اختاري بقى حاجه يعني، تختاري بقى هديتك تكون ايه؟ تشحن لك حد البيت ايربودز ولا سمارت ووتش؟ اكيد مش فلتر، اكيد مش فلتر ماي. سمارت ووتش. سمارت ووتش ولا ايربودز؟ موجودة يا باشا، ان شاء الله توصلك لحد البيت باذن الله. اكتب باشا جنبها ايربودز، وان شاء الله ربنا ييسر لك الحال وهديتك توصلك لحد عندك باذن الله. باذن الله. انت كنت حابه اسال حضرتك بس، هو كم واحد قفل؟ السؤال في المنهج دلوقتي؟ لا كم واحد قفل؟ اه كم واحد قفل؟ هو تقريبا اللي قفلوه مش كتير يعني، مثلا حوالي من 20 ل 25 واحد بس على مستوى الجمهوريه كلها، وده ما شاء الله جمدان يعني، ربنا يوفقك ويسعدك باذن الله. ميرسي يا مستر، الله يبارك لك. تسلمي، ربنا يديك الصحة اهو. اديني بقى واحدة عافر حلمك يستاهل بقى. عافر حلمك يستاهل. وطلاب جيو ماجد امام بجد؟ زي أي حد. الله يبارك لك. ربنا يوفقك ويسعدك. ماشي ماشي، بالتوفيق في رعاية الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. كده فضل ربنا ووصلنا لنهايه الفيديو النهارده وفيديو المكالمات، يعني ناس كتير رنين عليها ما ردتش، وناس كتير ردت ما شاء الله زي ما انتم شفتوا. اتمنى الناس اللي ما ردتش ما يزعلوش قوي برده، ان شاء الله تتعوض. واتمنى الناس اللي اجتهدت وعملت اللي عليها ما تزعلش برده، اهم حاجه اللي جاي واهم حاجه العوض من ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يفرحكم كلكم بنتيجتكم اخر السنه، سواء للناس اللي كلمتها دلوقتي او ما كلمتهاش، خد جواز ما خدوش، ربنا يفرحكم كلكم اخر السنه. اهم حاجه امتحانك ودرجاتك بتاعه الشهور دي مش مقياس، مهما نقصت فيها المهم تفضل تذاكر. والمهم والله بجد انك تتعلم من اخطائك للي جاي، انك تعرف غلطت فيها عشان بعد كده يكون عندك طول نفس ثانويه العامه، يعني طول نفس بس، وتفضل تحل كتير وتتعلم اكتر. ربنا يا حبايبي يرضيكم ويرضيكم، ربنا يصل اموركم ويسعد لكم حق احلامكم وفرج همومكم. اوعوا تنسوا لاخر لحظه، عافر حلمك يستاهل، اوعوا تنسوا لاخر لحظه ان انا بعافر عشانكم، عشان ربنا ييسر اموركم، وعلشان ربنا يوفقكم، وعلشان توصلوا لاحلامكم. انا اصلا حلمي ان ربنا يحقق احلامكم. اوعى تنسى اخر لحظه مره تانية، عارف حلمك تستاهل، عافر عربيتك تستاهل. اشوفكم على خير، مسابقات جايه وامتحانات جايه كتير وجوائز تانية كتير وجوائز مختلفه. مع السلامه.